كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة. سبيل الرشاد. أنت من تعنوان السلفية، والسلفية ما ترتبط بالرجال ولا بالأسماء ولا بالأعلام ولا بالزمان ولا بالمكان. السلفية ثلاث: الله والرسول والصحابة يا عبد الله. هذه هي السلفية، وهذا مذهب السلف، وهذه مثلية الصحابة، وهذا مذهب الجماعة، وهذه هي السنة والجماعة. هذا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهذه الفرقة الناجية، وهذه الطائفة المنصورة، يجب عليك أن تواليها وتحبها وتناصرها. كن سلفيا على الجادة.